مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من قلب المستشفى الاقليمي بمدينه بيغرا باقليم شتوكيتبا، حيث تزت المنطقه على واقعة فاجعه اليمه راح ضحيتها عاملي زراعيين وجرح ازيد من 14 شخصا في حادثه سير مفجعه وقعت صبيحه اليوم على مستوى منطقه اي تعميره. بطبيعه الحال هذه الحادثه للكل يؤكد بان السرعه المفرطه هي السبب الرئيسي في الحادثة التي خلفت قتيلين وجرح 14 شخص. معنا اليوم ربما بعض الناجين اللي غادي ناخذوا بطبيعة الحال يعني التصريحات ديالهم. كما كتشوفوا يعني استنفار كبير يشهده المستشفى الإقليمي بمدينة بيغرا ومجهودات جبارة تبذل لها كل الأطقم الطبية من أجل إسعاف الجرحى الذين توفدوا بكثرة على المستشفى الإقليمي بطبيعة الحال. وغادي نحاولوا بطبيعة الحال أن ناخذوا يعني التصريحات ديال بعض يعني ناجين او عائلات ديال الضحايا بطبيعه الحال. تفضل. مرحبا. عاود لينا اشنو وقع، قرب الميكروفون الاسم ديالك وعاود لنا شنو وقع. الاسم ديالي السي محمد مالك، منسق جهوي سابقا ديال الشبكه الوطنيه لحقوق الانسان، رئيس الاقليمي، رئيس ديال الجمعية ديال الفلاحة والسياحة والتنمية المستدامة والرعاية الاجتماعية. الصباح تفاجأت بواحد الفاجعة، واحد الصدمة قوية ما تصورش. جاني تليفون بلا محمد مولود مضروب، يعني من العائلة ديالي. المهم مضروب، عيط عليا خالي في التليفون قال لي محمد مولود مضروب، غتجي عندي دابا، توصل عندي القوال فلان فلان نشوفو مالو. جيت وصلت عندو سولنا قال لك راه مشى للسبيطار، جينا هنا للسبيطار كنقلب عليه ما لقيتوش. الضحايا كيجاو في لومبيلونسات كنسول ما لقيتوش، تقريبا شي ساعة وشي حاجة والو. لقيت المرأة ديالو، قلت لي لقيتها عاد كتهضر شنو المشكل، قالت لي يا ودي ما عقلتش، قالت لك واحد مول الطوموبيل دوبل الكار من اللور، قالت لك خرج عندنا هزنا، قالت لك هذا الشيء اللي عقلت عليه، قالت لك هزنا من اللور، قال لك طارت بينا هوندا من اللور كل شيء مشى، قال لك دز لي عنا، قال لك هذا الشيء هو اللي عقلنا عليه. قلت لهم واحد المولود ما شتيش، قالت لك راه جابوه فينا هو، قالت لك ما عرفت. دخلوها للسكانير وهادي وهادي، كانوا كيداويوها الاطباء لداخل، كنشكرهم وكنحيهم على الوقوف ديالهم مع السلطات، هما واقفين معاهم، كل شيء جا هنا كل شيء واقف، كل واحد كيدير خدمته. المهم كنقلب عليه ما لقيتوش، واحد الساعه جا واحد من العائله ديال دوك الضحايا وقيل الله اعلم، قال لي سيدي شكون كتقلب؟ قلت له ودي كنقلب على واحد الدراري سميتو، قال لك كي دايره كي داير، قلت له هي، قال لك هذاك راه مات، قال لك راه مشيت هزيت ليه على وجهه قال لي لقيتو مات. كيفاش يعني جاتك ربما هذا الخبر يعني كالصاعقه؟ يعني جاني واحد خبر مفجع، اش غنقول لك انا، هذه صدمه قويه. باش كتعرفي انسان غير كتعرفو ولا غير كمغربي وجا في الحادثه هكا كيبقى فيك الحال، خلي عليك واحد فاميلا ديالك ومن دمك ومن كل شيء وتسمع لي هاد الحادثه هادي، وهاد الحادثه هادي كيفاش جات راه الله اعلم. ربما مسكين خرجها على لقمه العيش. والو هو مسكين يلاه تزوج هاد العام راه يتيم، راه غير حنا اللي كنعاونوه هنا، بوه ما كاينش هنا ما والو. دبر ديك السيده تا هو الله يعمرها دار، دار معاها الدار ديالو بالحال ديالو، انسان درويش ما تيوصل لحد بحال ما كاين كاع. تا هو اللي كاين مسكين خرج من لقمة العيش ما رجعش. المرا ديالو هي هنايا، يلاه دابا مسميت سكينة تما لقيتها كتقيا وهادي ما شاء الله. تصونيت على باه قلت ليه مات واحد مولود، مصدوم ما بقاش تيهضر تا هو كاع في التليفون. هو من خنيفرة مريرت، جامعته من الربيع قصر عزيزة، حنا كلنا من تما. ها؟ مازال ما عرفتش فين غادي يدفن، ربما غادي يجي باه دابا قال لي غادي نوصل تما، جاي النساب ديالو تا هما من تما، غادي يوصلوا عندنا هنا ونشوف واش غادي نديروا العزايا هنايا وهنا غادفن جوتا ولا غادي نديو ليه. هذا هو اللي كان مازال ما عرفتش. هاد الحوادث اش غنقول لك، واش التهور، واش السائق جا من اللور، اش غتصور انت جا من اللور ودوبل وضرب الناس قتلهم قدامه، انا ما فهمتش شحال باش غادي تسير الله اعلم. انا راه يعني تهور بالارواح، يعني تهور بالارواح كيزحقوا بالارواح ديال الناس، وانت هوندا ولا البيكوب ولا الكاميو هازه مثلا 20 واحد ولا 15 واحد ولا الله اعلم.
صدقات فيها 14 واحد هنايا داخل المستشفى فيها جوج ضحايا ماتوا. ما هناش غتعرفوا، مازال الاخرين ما عرفناش شنو، كل واحد كيسول على العائله ديالو، مازال ما عرفناش شنو كاين. تا هو اللي كاين. امين اخويا نو، هاد الحوادث كنتمنى من الناس المسؤولين يوقفوا هاد المنزل هادي، راه كل عام كيوقف هادي كيوقع هادشي. كانت ديال الطوبيس ما نساوها الناس، اليومين هذا كيبكيو على ولادهم. كانت واحد العدد ديال طريق ديال زيرة في طريق الكبيرة، كانت واحد العدد ديال الحوادث وقعت في نفس الشكايت بها، من اخطر الحوادث، من اخطر الحوادث. هذا هو اللي كاين استاذ. امين اودي استاذ، اودي استاذ، الله يوريك باس، الله يوريك باس استاذ، الله يوريك باس، الله يرحم والدينا. شكرا. انتم اخواني الكرام، كما سمعتوا يعني احد عائله الضحايا ديال هذه الحادثه المفجعه التي اودت ب قتلين وجرح نحو 14 شخص، كما كتشوفوا معنا يعني واحد الاستنفار كبير هنا بالمستشفى الاقليمي بمدينه بيغرا. بطبيعه الحال كما كتشوفوا ربما يعني صراحه يعني واحد فاجعه مؤلمه جدا هزت المنطقه بطبيعه الحال. يعني كاين مجموعه من الضحايا ديال هذه الفاجعه، فإن لله وإنا إليه راجعون. تعازينا الحارة لعائلة الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل لكل يعني المصابين اللي بطبيعة الحال أصيبوا في هذه الحادثة اللي ربما هي حادثة مفجعة جدا. كما كتشوفوا معنا يعني معنا بطبيعة الحال يعني من خلال يعني هذا البث المباشر معنا ربما أحد الضحايا الآخرين اللي من خلال يعني هذا البث غادي نحاولوا أنه يتحدث لنا بخصوص يعني هذه الحادثة. انت الان على البث المباشر لقناه شوف تيفي، شنو ممكن تقول لي بخصوص اخويا هذه الحادثه وكيفاش انت نجيتي يعني من هذه الحادثه؟ اخويا كنا جينا الخدمه، جينا نخدموا ان شاء الله، جينا من الخميس اخويا مشينا للخدمه ان شاء الله، كنا تكلنا الله في الصباح مشينا شحال هذيك كنا كنقلبوا على الخدمه ما لقيناش، تلقينا اليوم يلا جداد معاهم، يلا معاهم جداد هاد النهار بغينا نبداو معاهم. مشينا اخويا ما سهرش الله، وقعتنا الحادثة في الصباح، ماتوا جوج، كاينين اللي عندو شحال تقريبا، يعني شحال تقريبا كنتو في تقريبا شي 14 لواحد اخويا. 14 لواحد. اشنو عقلتي انت يعني اشنو السبب؟ داك الشيء بالضبط ما عقلتش عليه، حيت كان واحد الباص ماشي بيكوب هوندا، صافي ما شفتش انا في هذيك الوقيته كنت مغيب، ما عقلتش بالضبط. يعني تلقيتي راسك في المستشفى؟ لا ماشي زعما هذيك الحادثه في الاول ما عقلتش، ولكن فاش نطت قالوا لي راه ماتوا جوج و ربما لقيتي واحد المشهد خايب. شفت واحد المشهد، لا 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 الله، لا لا الله، كاين اللي مات وكاين اللي تيغوت وكاين وهذا الشيء اللي كاين اخويا. ما كذبش عليك اخويا، ما كنا لداخل ما شفناش اخويا، زعما وقيلا ضرب فينا شي واحد، هذا الشيء اللي كاين اخويا. امين. انتم اخواني الكرام كما سمعتوا يعني هذه الشهاده الحيه من احد يعني الضحايا، من احد الناجين من هذا الحادثه المروعه التي هزت اقليم شتوكايت بها، وتعود مجددا بنا الى سلسله من الفواجع المؤلمه التي اودت بحياه العديد من الناس. كما كتشوفوا يعني مجموعه من الناس ربما نجوا باعجوبه من هذه الحادثه المؤلمه، هذه الحادثه اللي خلفت يعني لحدود اللحظه يعني قتلين وجرح ازيد من 14 شخص، توفدوا على المستشفى الاقليمي هنا باقليم شتوكايت بها من اجل تلقي العلاجات الضروريه، واصابتهم بطبيعه الحال لا تستدعي الخطوره نظرا المجهودات الجبارة اللي بذلتها كل الأطقم الطبية هنا بالمستشفى الإقليمي لشتوكايت بها، وتلقوا علاجتهم وبدأوا بطبيعة الحال يخرجون واحدا تلو الآخر نحو ديارهم. ومرة أخرى إن لله وإنا إليه راجعون، نتمنى الشفاء العاجل لكل الضحايا، ونتمنى أيضا الصبر والسلوان لعائلات الناس يعني اللي ربما لقوا مصرعهم إزاء هذه الفاجعة الطرقية التي تنضاف إلى سلسلة من الفواجع الطرقية التي ما فتئت يعني تهز إقليم شتوكايت بها، وتطرح أكثر من علامة استفهام حول احترام يعني
السعه الاستيعابيه لمجموعه يعني من البيكوبات اللي تنقل يعني العمال الزراعيين نحو مجموعه من الضيعات الفلاحيه، وايضا انعدام المراقبه الطرقيه وغيرها من الاشكالات اللي ربما تزهق العديد من الارواح وتخلف مآسي انسانيه. على اي لا يسعنا الا ان نتمنى الصبر والسلوان لعائله ديال الضحايا والشفاء العاجل لكل المصابين. إن لله وإنا إليه راجعون.